فالشيء المستحيل لا تتعلق قدرة الله عز وجل به، والشيء الواجب لا تتعلق قدرة الله تعالى به، تمام؟ لأن هذا إما أن يؤدي إلى تحصيل الحاصل، وإما أن يؤدي إلى قلب الحقائق. واضح هذا الكلام أو أشرح أكثر؟ ما رأيكم؟ واضح. طيب. يعني الواجب لذاته إخواننا، مثلا الله سبحانه وتعالى ذاته وصفاته من الواجب لذاته، فلا يمكن أن تتعلق قدرة الله وإرادة الله عز وجل بذات الله وبصفاته. لماذا؟ لأن القدرة إما أن توجد وإما أن تعدم، إما أن توجد وإما أن تعدم، والله عز وجل واجب الوجود. لاحظوا، وواجب الوجود ما هو؟ هو الذي لا يقبل العقل عدمه، تمام؟ فإذا تعلقت قدرة الله بذات الله عز وجل، والتعلق إما إيجاد وإما إعدام، ولو تعلقت بإيجاده فهو موجود، فهو تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل مستحيل. وإما أن تتعلق بإعدامه، استغفر الله. طبعا هذا العلماء يتكلمون هذا الكلام، وإما أن تتعلق بإبطاله سبحانه وتعالى، وهذا لو تعلقت قلب الحقائق. لماذا؟ لأن الواجب لذاته لا يقبل الزوال، فلو تعلقت بزواله لكان زواله ممكنا، فأصبح الواجب لذاته ممكنا، وهذا قلب الحقائق. وقلب الحقائق هذا أيضا من المستحيلات. نعم. إذن لذلك القدرة، قدرة الله عز وجل لا تتعلق بماذا؟ بالواجبات، وأيضا بالمستحيلات. قدرة الله سبحانه لا تتعلق بالمستحيلات، لأن المستحيل هو الممتنع في العقل وجوده، لا يقبل العقل وجوده، تمام؟ مثلا الشريك لله عز وجل مستحيل أن يوجد، مستحيل عقلا، فلو تعلقت القدرة بإعدامه فهو معدوم، فإذا هذا تحصيل الحاصل، ولو تعلقت بإيجاده فهذا قلب الحقائق، تمام سيدي؟ ولذلك عندما نقول قدرة الله عز وجل لا تتعلق بالمستحيلات ولا بالواجبات، لا يعني هذا لا يعني أنه يوجد عجز، حاشا وكلا، وإنما قدرة الله عز وجل لا تتعلق به، لأن ذات المستحيل لا تقبل الوجود، كما أن ذات الواجب لا تقبل الزوال ولا تقبل الإيجاد، لأن الواجب واجب لذاته وليس موجد، ليس موجدا، وإنما هو واجب الوجود، وشتان بين الأمرين، لأن الموجد لا بد أن يكون حادثا، ولو كان حادثا نعم لكان جائز الوجود وممكنه. واضح هذا الكلام أيها الإخوة؟ ولذلك عندما نقول ولا شيء يعجزه، أي ولا شيء من الممكنات يعجز ربنا سبحانه وتعالى، نعم أبدا، أي شيء من الممكنات لا يعجز المولى جل جلاله وتبارك في علاه. قال هذا وصف له سبحانه وتعالى بكمال القدرة
لأن وجود كل موجود سواه بإيجاده. كل موجود سوى الله إنما استمد وجوده بخلق الله عز وجل. نعم، فمحال أن يعجزه شيء، لأن كل الموجودات هي بخلق الله عز وجل. نعم، فإن العجز نقص، والله منزه عن النقائص، ولأنه تعالى موصوف بكمال القدرة على كل شيء فلا يوصف بالعجز، وإلا يلزم اجتماع النقيضين. ما هما النقيضان؟ العجز والقدرة. تمام، يعني الله عز وجل قادر على كل شيء، فلو كان عاجزا عن شيء واحد، لاحظوا، إذا كان الله قادرا على كل أفراد الممكن بدون استثناء، ثم عجز عن شيء واحد، في هذا الشيء كان الله قادرا عليه وعاجزا عنه، وهما نقيضان، والنقيضان أبدا لا يجتمعان. نعم، ولأنه تعالى خالق لجميع الأشياء، ولا يتصور الخلق مع العجز، وإليه الإشارة بقوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إذن إخواننا، هذا الكلام من الضروريات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كل هذه الكائنات تدل على هذا الأمر. قلت لكم من قبل، الله سبحانه وتعالى لخص أمر وجوده وأمر قدرته بآية، قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق. السؤال الذي يطرحه العاقل على نفسه: هذه الموجودات يقبل العقل أن توجد بدون صانع؟ الجواب: لا. أنت الصانع؟ لا. إذن ماذا بقي؟ الله سبحانه وتعالى. قوله: ولا إله غيره. قبله إيه؟ قلنا: ولا شيء يعجزه. إيه؟ يعني الله خالق كل شيء، لا شيء، كل شيء، ولا يعجزه ولا إلى غيره. يعني هؤلاء الذين يصدمون في الكون، ألا يخافون من الله؟ وماذا واجبنا؟ إنما رأينا الظلمة، ماذا واجبنا بالعقل؟ يعني كيف نرتبط بهذه الأمور؟ نعم، تحبون أن نجيب عن هذا السؤال؟ يعني يسأل: إذا كان يكاد يكون من بدهيات العقل أن الإله موجود، لأنه خالق المخلوقات، ولا يقبل العقل أن توجد هذه المكونات بدون مكون أبدا، لا سيما بهذه الدقة وهذا الإحكام. فإذا الله سبحانه وتعالى موجود، وقبل أن يستدل الإنسان بعقله على الله، الله عز وجل في قلب كل مؤمن، بل الله عز وجل في قلب كل مخلوق، لأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها. طيب، عندما ينظر الإنسان إلى الظلم الذي يحصل في الدنيا والمعاصي يعني شيء يندى له الجبين، جرائم قتل فاقت شراسة الحيوانات المفترسة والوحوش الكاسرة، شيء عجيب. فهؤلاء، السؤال:
هؤلاء يعني لا يعتقدون بوجود الإله، أو مثلا هم جاهلون بالله، ما الذي يدفعهم إلى ذلك؟ هذا سؤاله. وثم نحن الآن إذا كنا، ما علامة إيماننا؟ ماذا نفعل نحن تجاه الظلم إذا رأينا؟ هذا سؤاله. تحبون أن نجيب عليه أو نكمل الدرس؟ ها سيدنا، يعني سؤال يطرح نفسه الإنسان لو تفكر بأدنى تفكير لعلم وجود الخالق، والله أرسل الرسل وبين أن كل ذرة سيحاسب الإنسان عليها، إن كان خيرا وإن كان شرا، ثم بعد ذلك يقتل وهو يعلم لو قتل ضاق عليه الأمر، ضاقت عليه رحمة الله، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فلماذا الآن هذا الإجرام والقتل، وهذا ليس الإجرام والقتل فقط، بل كل القبائح التي يفعلها الناس، مع أن كثيرا منهم يقول الله أو يعترف بوجود الله عز وجل؟ هذا هو السؤال. نجيب شيخنا؟ والله يجب أن نرتبط بهذه الأمور، يعني الأمر بيدكم سيدي. يا سيدي، نحن ندرس العقيدة من أجل أن ينعكس ذلك على سلوكنا. الله عز وجل بيّن أن الذي يخاف الله هو الذي يعرف الله. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله عز وجل قال: فاعلم كن على يقين، لا تقلد في العقيدة، لا تقلد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا معرفة العقيدة، كلما عرف الإنسان ربه ازداد إحسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربط بين مدى معرفتك بالله عز وجل ومدى إحسانك. أعلى درجات الإيمان ما هي؟ الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إذن بلغ الآن، بلغ إيمان الإنسان بالله كأنه يراه. وهذا كيف يكون إخواننا؟ كيف يكون؟ هذا يكون بمعرفة الله عز وجل. عندما تعرف الله عز وجل باليقين بالدلائل العقلية، هذا العقل الذي أول سبب أعطاك الله سبحانه وتعالى هذا العقل هو أن تعرفه به. فبقدر ما يعرف الإنسان ربه بقدر ما يكون محسنا، بقدر ما يجهل الإنسان ربه بقدر ما يكون ظالما. ولذلك اسمع أخي، الذي لا يعرف الله، أو عفوا الذي يظلم هذا الظلم ويسيء هذه الإساءة، أحد ثلاثة أشخاص: إما هو غير معتقد بالله عز وجل أبدا، غير معتقد بوجود الله، وإما أن يكون معتقدا بوجود الله ولكنه جاهل بتعاليم الله. يعني كثير من الناس، كمن الآن، اسمع مولانا، كمن الآن ينتسب إلى المسلمين ثم بعد ذلك يقتل المسلمين باسم الله. هذه الجماعات التي تخرج وتبدأ تكفر أولا المسلمين قبل أن تكفر اليهود والنصارى، يكفرون المسلمين ويبدأون بقتلهم. هؤلاء يعتقدون بوجود الله ولكنهم
جاهلون بتعاليم الله عز وجل. والأمر الثالث أن يكون الإنسان معتقدا بالله وعارفا بتعاليمه، ولكن تغلبه شهوته وعصبيته. اليهود إخواننا كانوا عارفين بالله، وكانوا عارفين بالحق وأن محمدا هو رسول الله، لكن ماذا غلبت عليهم؟ عصبيتهم، لم يعترفوا، كفروا بالله. نعم، وفرق، فرق سيدي، فرق بين من يظلم للشهوة ومن يظلم للعصبية. لاحظ سيدي، إذا رأيت الإنسان يعتقد بالله ويعرف تعاليم الله ثم يعصي الله بشيء تطلبه الفطرة والنفس، مثل السرقة ومثل الزنا أو كذا، فهذا في الغالب أن الذي يدفعه إلى ذلك ما هو؟ شهوته. أما إذا رأيت الذي يعرف الله وبعد ذلك يعصي الله بشيء لا تطلبه النفس، مثل ماذا؟ مثل القتل، مثل التعذيب، مثل الإساءة، إساءة الإنسان إلى الإنسان، اعلم أن هذا بسبب العصبية والعنصرية والحقد. هذا هو الترتيب، هذا هو من أراد أن يعلم الأمور. يا إخواننا، ما دليلنا؟ نحن عندنا نماذج في حياتنا، من عرف الله عز وجل وعرف تعاليمه لا يمكن أن يفعل هذه الأفاعي. خذوا بعض النماذج مثلا التي لا تحتاج إلى دراسة التاريخ ولا إلى صحة النقل ولا شيء، هذا مشهور تواترا، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما وقع أعداؤه بين يديه بعد فتح مكة، ماذا فعلت قريش؟ ماذا فعلت برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أخرجته، قاتلته ثلاثة حروب في بدر وأحد والخندق، حروب استئصال، لا يريدون أن يبقى وآذوه في جسده وقالوا ساحر ومجنون إلى آخر ما هنالك. لما وقعوا بين يدي إخوان، كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان لا يمكن أن يظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله. فالجاهل بالله أو الكافر بالله هو الذي يقتل، أبدا ما عنده تفكير بالحساب. جعل الله عز وجل إخواننا الإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان، فالمؤمن بالله يعلم أنه يوجد حساب. الذي يعلم أنه يوجد حساب لا يؤذي الناس، لا بالقتل ولا بالتجويع ولا حتى في أعراضهم. يا إخواننا، تريد أن مجتمعا، تريد أن يكون هنالك مجتمع نظيف، رب الناس على العقيدة. القانون لا يجعل الناس أتقياء، لماذا؟ لأنه إذا غابت عنه عين القانون، لا يراه البوليس، لا يراه أحد، يفعل ما يريد.
أما الذي عنده عقيدة بالله لو كان بينه وبين الله لا يفعل، يحفظ أعراض الناس. يوسف عليه الصلاة والسلام لماذا، ما الذي دفعه أن يحفظ عرض سيده لما كان عبدا مباعا؟ تهيأت له كل الأسباب وهدد بالسجن. ماذا قال يا إخوان؟ قال ربي السجن أحق إلي مما يدعونني. فإذا سيدي العقيدة والخوف من الله عز وجل هو الذي يجعل الناس يتقون. سيدنا عمر بن الخطاب مثال للعدالة. ما الذي جعله هكذا؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. كان سيدنا عمر يزعجه بعض الناس فيصبر، كان يقول والله لولا الله واليوم الآخر لرأيتم غير هذا. يعني سيدنا عمر عنده نفس وعنده شدة، كانوا يؤذونه ومع ذلك كان يصبر. لماذا؟ خوفا من الله واليوم الآخر. وأنا لو أردت الآن والله ساعتين أتكلم عن سيدنا عمر بن الخطاب، يوجد رجل اسمه معلقيب ابن أبي فاطمة، هذا كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا أمينا ومحترما حتى جعله عمر على بيت المال. وجد في الأرض درهم، فما عرف هذا معلقيب خازن بيت المال هذا الدرهم لمال الزكاة لمال الجهاد لمال كذا، أين يضعه؟ مر ولد من أولاد سيدنا عمر فأعطاه له. فسيدنا عمر انظر التفكير باليوم الآخر، رأى الدرهم من أين؟ قال فلان أعطاني. دعاه، ماذا قال له؟ الشاهد يا أيها الإخوة، قال له هل أردت أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها خصمي يوم القيامة؟ هذا الدرهم لمن؟ لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. يا إخواننا، كيف يراقبون الله هذه المراقبة؟ ولما قال والله لو عثرت شاة بشاطئ دجلة أو الفرات لخشيت أن يسألني الله عز وجل عنه. عمر ابن عبد العزيز يا إخواننا، عمر ابن عبد العزيز، سآتي الآن إلى الظالمين لكن أمهد لك لأنه بضدها تتميز الأشياء، لا بد أن نتكلم في هذا وفي هذا. عمر ابن عبد العزيز قالت له زوجته فاطمة بنت عبد الملك، وفاطمة بنت عبد الملك أيها الإخوة بنت الملوك وأخت الملوك عبد الملك ابن مروان، وأخوها سليمان ابن عبد الملك والوليد ابن عبد الملك وهشام ابن عبد الملك أمراء، ومسلمة ابن عبد الملك وهكذا. ومع ذلك سيدنا لما استلم الخلافة، انظر كيف يصلح المجتمع ويخاف الناس من الله عز وجل. بسنتين حول الدنيا، كان الناس في فقر وعوز وغير ذلك، في سنتين ما بقي من يأخذ الزكاة، ما بقي. ماذا فعل؟ لأنه هو يراقب الله عز وجل. يوم استلم الخلافة دعا زوجته ومن حوله، قال إن شئت أطلقك، أنا الآن ما بقي عندي وقت، وإن شئت أن تبقي معي أهلا وسهلا. له وللجواري التي كانت عنده. مرة اشتهى ابنه عنبا، اشتهى ابنه عنبا فطلبت منه، قال والله ما معي،
قالت أنت أمير المؤمنين ما معك درهم تشتري عنبا لابنك؟ فبكى وقال هذا أهون من معالجة الأغلال في جهنم يوم القيامة. لما مرض مرض وفاته دخل مسلم ابن عبد الملك أخو زوجته، رأى عليه ثوبا باليا، فقال لأخته زوجة عمر ابنها، قال يعني دعيه يغير هذا الثوب يلبس ثوبا جيدا. قالت إن شاء الله. بعد يوم جاءه بنفسه فغضب، قال لأختي، قالت أسكت، والله ما عنده غير هذا الثوب، والناس كل يوم يأتون ما وجدنا فرصة حتى نغسل هذا الثوب، والله ما عنده غيره. وهو من؟ أمين. ما الذي جعلهم هكذا إخواننا؟ هذا يتصور منه أن يظلم أو أن يقتل؟ أما الآن لماذا دراسة العقيدة؟ لماذا معرفة الله عز وجل؟ هذا ليس فقط من أجل أن يعني نحفظ هذه العبارات أو أن تعبد الله كأنك ترى فاعلم أنه لا إله إلا الله، مع المجاهدة طبعا، ليس العلم وحده. أما انظر الآن بالعكس، الذين لا يخافون من الله وما عندهم عقيدة صحيحة. انظر التاريخ، من التاريخ القديم إلى الحديث إلى يومنا هذا، يعني أصحاب الأخدود الملك لأن الناس لم يطيعوه فيما يريد ماذا فعل؟ خد الأخاديد وأحرق الناس بالنار. هذا في القرآن يوجد فيه شك؟ النار ذات الوقود. لماذا؟ لماذا؟ إما أن تعبدوني أنا وإما أن أحرقكم بالنار. لماذا؟ لا يوجد خوف من الله. يعني إنسان يخاف أن يأخذ درهما حراما، وإنسان آخر لا يخاف أن يقتل آلاف الناس حرقا. يا أخواننا الحيوانات عندما تقتل شهوة من أجل أن تأكل، أقسم بالله يوجد حيوانات عندها أخلاق. شيخنا الحيوان الذي عنده أخلاق عندما يريد أن يأكل يذهب يمسك بفريسته من هنا ويبقى ممسكا بها حتى تموت، لا يبدأ بالأكل بها قبل أن تموت، يتأكد أنها ماتت ثم يبدأ بأكلها. لا يبيح لنفسه هذا الحيوان، لا يبيح لنفسه أن يعذب فريسته، لا يبيح لنفسه، وهو حيوان لا يقبل أن يبدأ. بالمقابل يوجد حيوانات حقيرة مثل الضباع مثلا، الضباع يأكل يبدأ يأكل بفريسته قبل أن تموت. فالإنسان أحيانا يصل إلى درجات الحيوانات الحقيرة، ليست الحيوانات المحترمة. طيب ما عبدوا؟ اقتلهم قتلا رحيما؟ لا، سأحرقهم بالنار. كف إلى كفار مكة، طبعا لا نريد أن نستعرض التاريخ كله، كفار مكة كيف كانوا يعذبون سمية وزوجها ياسر وعمار وبلال وكلها، هذا معلوم لكم. لا يقتلونهم يريحونهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا
إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يا شيخنا في الإسلام لو تريد أن تقتل حيوان لا يجوز أن تقتله بأسلوب يعذبه. إلى أن ماذا فعل كفار قريش؟ حاصروا المسلمين، حاصروا المسلمين. أين حاصروهم؟ في شعب أبي طالب، تعرفوا، منعوا عنهم الطعام والشراب وفيهم أطفال. ما حاصروا المسلمين فقط، حاصروا المسلمين، حاصروا كل بني هاشم وبني عبد المطلب، وأطفال وصغار ونساء يموتون من الجوع. عصبية إخوان. وهم أقسم بالله يعلمون أن محمدا رسول الله وأنه على الحق. 3 سنوات، من سنة 7 للبعثة إلى 10، إلى عام الحزن، حتى فرج الله. ولا شك أن الله سيفرج. وقلت لكم في الدرس الماضي هذا امتحان، ولا شك أن الله سيفرج. تعرفون كيف فرج الله عنه؟ بسبب حشرة صغيرة. تعرف كيف قبلوا؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال لأبي طالب، هم كتبوا كتاب بالمقاطعة، كتبوا كتابا ووضعوه داخل الكعبة، مكتوب بسم الله أو بسمك اللهم كما كانوا يقولون، وكتبوا ماذا يفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله أطلعه، قال له جاءت دابة الأرض أو الأرض وأكلت كل شيء وبقي اسمه، قال لعمه، فذهب عمه وأخبر قريشا، قال حصل كذا وكذا. الآن نعلم، إن كان كاذبا والله لأسلمنكم إياه، وإن كان صادقا يعني اتركوا هذا الحصار. قالوا أنصفتنا، حتى الكفار قالوا أنصفتنا. وفي نفس الوقت طبعا وجدوا الأمر كما قال رسول الله، لكن يا شيخنا يوجد كفار والله عندهم إنسانية، والله عندهم إنسانية. مشى بعض كبراء مكة مثل هشام ابن عمرو، ذهب أولا إلى من؟ إلى زهير ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال له أرضيت أن تأكل وتشرب وأن تنكح النساء وأن تنام على سريرك وبنو أخوانك لا يجدون ما يأكلون؟ نعم نحن كفار، لكن لا يوجد ولا إنسانية أبدا. فقال والله معك حق، ابحث لنا عن رجل آخر. فذهبوا إلى المطعم ابن عدي وإلى زمعة ابن الأسود وأظن إلى أبي البحتري ابن أو غيره. المهم اجتمعوا ونقضوا الصحيفة. هذا شأن الإنسان إخواننا إذا ما كان عنده رحمة. ليس مثل الحيوانات، ليس مثل الحيوانات أبدا أيها الإخوة، أقل من الحيوانات. الله عز وجل إذا إنسان لا يخاف من الله، الله يقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن يا إخواننا، كل إنسان، كل إنسان يعتقد بوجود الله حق الاعتقاد، هذا ينبغي أن ينعكس على سلوكه. أنا مؤمن بالله عز وجل
أقتل الناس؟ أنا مؤمن بالله عز وجل، أأذن أن أقطع الناس بالصواريخ إرباً إرباً، قطعاً قطعاً، أشلاءً؟ انظروا يا إخواننا، المسلم أخو المسلم، أقل شيء شارك الناس بدعائك. انظر، والله أحياناً يبقى فقط رأس الطفل، يحملون رأسه فقط. طيب هؤلاء أليس لهم آباء وأمهات يحزنون ويبكون ويتألمون لك؟ والقتل الآن أهون شيء بقي عندنا، القتل أهون شيء، أما التجويع أصعب شيء يا إخواننا، أن ينظر الإنسان إلى ولده وهو يموت أمامه من الجوع. ولذلك يا إخواننا، يعني هذا الشق الأول، ألا يخافون منه؟ طبعا، إما هؤلاء ما عندهم إيمان بالله أصلا، أو يؤمنون ولكن غلبتهم شهواتهم وعصبياتهم، لا يوجد حل آخر. مثل اليهود، اليهود والله يعلمون أنهم سيدخلون جهنم بسبب كفرهم برسول الله، ومع ذلك قبلوا ندخل جهنم ولا نؤمن بنبي عربي، لا نؤمن، ندخل جهنم، هذا أهون. هكذا قال حيي بن أخطب، هكذا قال بالحرف الواحد قبل أن تقطع عنقه، إلى أن مات وهو أول من قال هو رسول الله. هذا الشخص بقي إلى أن مات قال: والله يا محمد ما لمت نفسي في عداوتك يوما. فيا أخواننا، الإنسان يتعلم من أجل أن يخاف من الله، وهذا يجب أن ينعكس على سلوكه الإنسان. أنا عندما أحفظ أموال الناس، تريد أن تعرف أنك مؤمن حقا؟ انظر ماذا تفعل أنا وأنت عندما نخلو بأموال الناس أو بأعراض الناس، ننظر لا ننظر، أو هل نظلم الناس؟ حتى في بيوتنا هل نظلم أولادنا؟ هل نظلم زوجتنا؟ هل نظلم الناس؟ الإيمان بالله، الخوف من الله يجعل الإنسان يستقيم، الخوف من الله يحول الإنسان إلى قريب من الملائكة. انظر سيدنا عمر رضي الله عنه قبل الإسلام وبعد الإسلام، وهكذا كل الصحابة الكرام. الآن يعني يقول: ما واجبنا إذا رأينا الظلم نحن؟ أنا أقول لكم يا إخواننا كلمة ليست في هذا الأمر بالذات، وإنما على العموم. لاحظوا يا إخواننا ما دور المسلم، ما دور المسلم؟ لاحظ، مجتمع رسول الله عليه الصلاة والسلام كان فيه من كل الطاقات ومن كل النماذج، يعني كان فيهم العالم والقارئ للقرآن، القارئ المتقن، وكان فيهم الحكيم الكبير في السن، الحكيم العاقل، كلهم عقلاء لكن المتميز بحكمته، كان فيهم العادل، كان فيهم الفرسان الشجعان، كان فيهم الشباب، كان فيهم من الأغنياء، كان فيهم من كل. لاحظوا مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام هو صورة، هو صورة مصغرة عن ماذا؟ عن كل المجتمعات الإسلامية إلى يوم القيامة. من أجل ماذا إخواننا؟ حتى يتعلم كل إنسان ماذا يعمل. العالم، أنت في مجال العلم، ما عملك عند الأزمات؟ أنت شجاع، أنت قوي،
أنت حكيم، أنت غني، فكل إنسان يذكر. لاحظوا إخواننا، الناس عند الناس من أشهر في أفعاله؟ أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما بالشهرة والحوادث وال عمر. كلكم قلتم عمر. ولذلك مرة من المرات، طبعا هذا خطأ تمام، مرة أحد الناس قال لعمر أنت في ولايته، قال له أنت أحسن الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له اسكت، والله ليوم وليلة من حياة أبي بكر خير من عمر وآل عمر. يعني ماذا فعل سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر يوم مات رسول الله، يوم مات رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يحتاج إلى قوة وجسم، وانظروا إلى الحكمة. ولذلك قال العلماء إذا كانت وفاة رسول الله قاصمة الظهر، فاستلام أو خلافة أبي بكر كانت عاصمة الأمر. كل الصحابة يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام كادت أن تذهب عقولهم، حتى سيدنا عمر ما قبل أن يقال مات رسول الله. لاحظ، جاء سيدنا أبو بكر خطب يمكن دقيقتين، ثبت أركان الإسلام، مع أنه كان أحب الناس، أو كان رسول الله أحب الناس إليه، أو هو أكثر من يحب، لكن كل موقف له رجاله. هنا موقف الإنسان الحكيم، هنا دوره. لا يجوز هنا أبو بكر أن يقول لفلان اذهب أنت تكلم، أنت الآن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هنا دور سيدنا أبو في الحروب، يلمع اسم سيدنا، اسم سيدنا خالد ابن الوليد وأبي عبيدة ابن الجر و و و و تمام. لكن إخواننا عثمان ابن عفان رضي الله عنه متى يأتي اسمه؟ متى؟ في الإنفاق، في الإنفاق. طبعا سيدنا أبو بكر ما قصر، مثلا في غزوة العسرة أتى سيدنا أبو بكر بكل ماله وعمر بنصف ماله، والنبي يحث الناس، النبي يحث الناس عليه الصلاة والسلام. فقال سيدنا عثمان، وكان النبي على الدرجة الثالثة في المنبر، قال يا رسول الله علي 100 ناقة بأقتابها وأحناسها، يعني بعدتها الكاملة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم درجة، فقال علي 100 أخرى بأقتابها واحد، ثم نزل فقال علي 3 مرات. ماذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما ضر عثمان ما فعل بعدها، فليفعل ما يفعل هو في الجنة، ما ضر عثمان ما فعل بعده رضي الله عنه. إذن يا إخواننا، كل إنسان له مجال. طبعا أنا ما أتكلم هذا الكلام من أجل أقول والله أريد أن أجمع منكم مالا، أنا لست موكلا من أحد، ولكن حقيقة الآن إخواننا أنا أنقل صورة من صور الظلم في العالم. الآن يوجد تقريبا 400,000 مسلم
محاصرون والله يعانون من الجوع والمرض أكثر ما يعانون من الطائرات. وهناك رغيف خبز يحيي أسرة. اسمع الآن، ها، يمكن بعض الناس عندنا الآن نحن هنا خبز إذا بقي له يومين، بقي له يعني بقي عندنا يومان، يمكن نرميه للدجاج أو للحيوان يأكله. هذا الذي ترميه للحيوان الآن أقسم بالله يحيي أسرة، ليس فردا. لذلك كل إنسان القوي يساعد بقوته، الذي عنده فضول مال يساعد بفضل ماله. طبعا أنا يعرف الشيخ يوسف والإخوة أنا من طبعي في أمور المال لا أحب أن أتكلم، لكن أنا قلت له والله فتح لنا باب الجنة، باب الجنة. انظروا إخواننا موجود في الفيديو، ناس يموتون من الجوع، والله يقول في القرآن ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شيخنا الآن هناك رغيف الخبز يصل إليهم إلى هذا المكان بدولار، رغيف خبز يصل إليهم تقريبا بدولار. هذا الدولار أنا لو دفعت مثلا 10 دولارات أو 100 دولار أو كذا أنا لا أتأثر شيئا، لكن هناك هذه تحدث الفارق. لذلك يا أخوان أتقول ماذا واجبنا؟ كل إنسان يعرف ماذا يستطيع، كل إنسان يعرف ماذا يستطيع. طبعا هم يريدون، اسمع سيدي، هم يريدون أن يخرجوهم من ديارهم، لأنهم هكذا نقول بالحرف كل الناس يعلمون، لأنهم يريدون أن يخرجوا أهل السنة ويضعون مكانهم من ملل أخرى. وهؤلاء الناس قرروا كما فعلوا بحلب، سمعتم بحلب ماذا حصل؟ هؤلاء قالوا لا نخرج، نحن سنموت هنا، ولو حتى النساء والأطفال قالوا لا نخرج سنموت هنا، لكن أقل شيء أطعمونا، نحن سنبقى سنموت، ينزل علينا البلاء من السماء من الطائرات من قبلنا، والله لن نخرج. والآن منذ 3 أيام فتحوا لهم مكان، من يريد أن يخرج ما خرج، والله ولا شخص، والله ولا شخص، مع أنه يموت من الجوع أو تحت. قالوا من يريد أن يخرج فليخرج، ما خرج ولا شخص. لكن كل ساعة يرسلون لنا فيديو نرى، نحن كما يرى كل الناس يرسل لنا فيديو، انظر يموتون من الجوع، فقط خبز. ولذلك يا إخواننا يعني أنت سألتني هذا السؤال وأنا لا يعني واجب علينا أن نتكلم في هذا الكلام، لكن والله أنتم تأتون من أجل درس العقيدة، أنا لا أحب أن يعني أزعجكم. يجب علينا أن نثبت عقيدتنا على هذه الأمور أيضا سيدي، يعني هذا فقه العقيدة يعني. والله هذا ديننا أصلا. على العكس يا إخواننا، والله أنا أقول كما قلت في الدرس الماضي، نحن الآن الممتحنون ليسوا هم، نحن الآن الامتحان لنا ليسوا هم أبدا. والله سيسألنا الله، كل إنسان بحسب، طبعا الله سيسأل أمريكا وروسيا وهؤلاء، لكن هؤلاء ما عندهم دين أصلا. نحن ما تكلمنا ماذا فعلوا في التاريخ الحديث، تكلمنا عن أصحاب الأخدود. أما تعرفون أمريكا لما ضربت اليابان بالنووي في ناكازاكي وهيروشيما، تعرفون؟ تعرف فرنسا في الجزائر ماذا فعلت؟ اترك كل شيء، اترك أنهم كانوا يخرجون الأزواج والزوجات عراة بدون ثياب أبدا أمام بعضهم من أجل أن يتسلى،
يعني يوجد قائد يريد أحضروا لي النساء والرجال عراة، كله مصور، إلى الآن يوجد صور أقسم بالله، لكن هذا اتركه. فرنسا عندما أرادت أن تختبر السلاح النووي أين جربته؟ في الجزائر، ما في مشكلة، جربته ما في مشكلة. تعرف ماذا كانت تفعل؟ كانت تأتي بالمسلمين تربطهم على العمود أحياءً، أقسم بالله موجود، ابحث في الإنترنت ستجد الصور. ثم يلقون القنبلة النووية، يريدون أن يعرفوا كيف تفعل القنبلة النووية بجسم الإنسان. يريدون أن ما وضعوا حيوانات، ما وضعوا فئران، وضعوا مسلمين جزائريين. هذه أوروبا يا مولانا. لما خرج المسلمون أو خسر المسلمون، هزموا في الأندلس واستلمت هناك الكنيسة. لاحظوا إخواننا، في كل بلاد العالم، في كل بلاد العالم، كل مكان دخله الإسلام بقي مسلما، صح؟ إلا إسبانيا. لماذا دخل الإسلام ثم خرج؟ كل الدنيا، يعني القسطنطينية الآن، إسطنبول، هل أهلها مجبورون على الإسلام الآن؟ كل بلاد الدنيا، في الاتحاد السوفيتي، يعني أوزبكستان، طاجكستان، تركمانستان، قرغيزستان، كازاخستان، كذا، مع أن في الاتحاد السوفيتي ظلموهم ظلما، كان إذا يوجد قرآن إعدام، تركوا الإسلام. ما لماذا في إسبانيا ما بقي الإسلام؟ تعرفون لماذا؟ كان يوجد محاكم التفتيش فقط. اكتب أنت على الإنترنت الآن محاكم التفتيش، تظهر الأدوات. كانوا يخيرون الإنسان بين ثلاثة أمور: إما تخرج من البلاد، وإما ترجع نصرانيا، وإما تقتل. ويا ليتها أي، أو يا ليتها أي قتلة. افتح الآن وانظر كيف كان يقتل. إما يوضع فوق النار ثلاثة أيام حتى يموت. تعرفون الدجاج المشوي هكذا، ولا يموت بساعة أو ساعتين، عادي النار بعيدة، يموت في ثلاثة أو أربعة أيام. أقسم بالله يا إخوان، الكرسي الذي يجلس عليه عند التحقيق، يعني القاضي يسأله، كله مسامير، يعني يجلس على مسامير. وهو كيف هذا سيتكلم؟ تدخل المسامير في عظامه. فيا إخواننا، وهذا شيء قليل، شيء قليل، انظر ماذا حصل. فيا إخواننا، إيماننا بالله ينبغي أن يظهر على، يظهر أثرا على تصرفاتنا. نعم، فكل إنسان سيسأله الله عز وجل، سيسأل الأقوياء لماذا ما رفعتم الظلم. أما نحن ممكن الله عز وجل يسألنا لماذا كنت تستطيع أن تطعم، تستطيع أن تفعل، لماذا لا تستطيع شيئا؟ ادعو الله عز وجل. لا تستطيع أن تفعل شيئا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون تغيير المنكر؟ إما باليد وإما وأقل، أضعف الإيمان بالقلب. أما إذا كان المسلمون غير مهتمين أصلا، فليمت من يموت وليعش من يعش. هذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة إخوانا. هذا جواب سؤالك. إذا ماذا واجبنا على سيدنا؟ ماذا نفعل معنا؟ كما قلت لك الآن، أنا تكلمت أن كل إنسان ينبغي أن يقوم بما يستطيع.
من لا يستطيع أقل شيء يدعو يذكر الناس. والله أن أتوب عن معصية من المعاصي فيها رفع لغضب الله عز وجل، لأن الله قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالتوبة والدعاء والمساعدة بقدر الإمكان، المساعدة بقدر الإمكان. والحمد لله يوجد الآن، أنا والله لا أعرف كيف يدخلون المال إلى هناك، لكن يوجد علماء أجلاء ما وكلوني طبعا أن أقول باسمهم، لكن على الفيسبوك وعلى كذا رأينا رابطة علماء الشام، رابطة علماء الشام رئيسها طبعا فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي. أنا ما وكلوني أن أتكلم باسمهم أبدا، هذا كلام الآن أنا من عندي أقوله، فتستطيعون أن تتواصل. هو رجل وكلهم علماء محترمون وعندهم طرق يوصلون المال إلى داخل هذه الأمكنة بفضل الله عز وجل، وهم رجال أمناء ووثيقات ومحترمون. نعم، واجبنا من يستطيع أن يتواصل مع هؤلاء العلماء، عندهم لجان وعندهم كذا، أنا والله لا أعرف كثيرا. نعم، تواصلوا مع من يستطيع. والله ولو أدخلت رغيف خبز تحيي إنسانا، ماذا أقول أنا؟ أما الأشياء التي هي أكبر من هذا فإنا لله وإنا إليه راجعون. الدول تعرفون. نعم، والله ذكرني اليوم قرأت كلمة، رئيس تركيا كان في الجزائر منذ يومين، السيد أردوغان، فتعرفون أن العثمانيين كانوا يحكمون الجزائر، تمام؟ 400 سنوات. نعم، فسأله، لاحظ، سأله صحفي يريد أن يحرجه، يعني لأن عندنا عند العرب يعلمون الأطفال منذ 100 سنة أن العثمانيين كانوا مستعمرين محتلين وليس خلافة إسلامية. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام يعلمون أن سقوط الخلافة يعني يفرط عقد المسلمين، لا يبقى لهم خلافة فيستفردون بهم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فبدأوا يأكلون بلدا بلدا، فكان لابد أولا من إسقاط الخلافة. فلذلك يربوننا ونحن أطفال في المدارس يقولون هذا الاستعمار التركي أو العثماني. ماذا قال له؟ قال له أنتم كنتم محتلين، لكن بماذا، بأي لغة؟ سأله باللغة الفرنسية. فطبعا فرنسا جلست في الجزائر 130 سنة، تمام؟ المهم قال له أنتم كنتم مستعمرين للجزائر، سألوا بالفرنسي، فقال له السيد أردوغان، قال له لو كنا مستعمرين للجزائر كنت سألتني الآن بالتركية وليس بالفرنسي. إذن تذكر من هو المستعمر لكم، من كان مستعمرا لكم، فصفق له حتى الذين كانوا يسألونه هذا السؤال. أنا معلوم من هو المستعمر ومن هو غيره. نعم إخوان، أنا لا أريد أن أطيل عليكم. سيدي كان لدينا السؤال في درس الماضي في جامع العوام في غزالي. أي. هذا الفكرة ماذا تقولون؟ يا إخواننا اسمعوا هذا الكلام، وهذا لا يحتاج لا أن أقول لك ارجع إلى كتاب كذا ولا إلى كتاب كذا. الآن أنت بعقلك تستطيع أن تدرك هذا، لا ترجع إلى أي كتاب. ستعلم هذا الكلام الذي أقوله هو الحق بإذن الله بدون أن ترجع إلى أي كتاب. يقول بعض الناس أن الإمام الغزالي في آخر حياته تاب عن علم الكلام،
كتابة عن علم الكلام. ماذا تريد يا شيخ؟ إخواننا بالنسبة للأسئلة وتضييع الدرس حاسبوه له. بعد أن أذهب الآن أنا سأتركه لكم، تمام؟ أنتم حاكموه، لكن ليس بمحاكم التفتيش، حاكموه محاكمة شرعية عادلة. إن شاء الله في الدروس القادمة نرجع إلى الكتاب ونمشي. والله في أشياء كثيرة، لكن يا شيخ يوسف لو يمكن في الدروس القادمة إذا قدر الله أن تضع لي لوحا هنا. لوح جاهز سيدي موجود، تمام. لو يوجد بعض الأشياء لابد، لأن كلام الشيخ هنا مختصر، فأحيانا يتكلم كلمة مثلا عن المقولات الله ليس بذي وضع وكيفية، ينبغي أن نعلم ما معنى المقولات العشر والوضع والكيفية و... نعم، فلا بد. ثم يقول مثلا لا تبلغه الأوهام، يعرف الوهم، والوهم من الحواس الباطنة، وهي خمسة عند الفلاسفة، وبعض أهل السنة يعني أقر هذا، الخيال والحس المشترك والوهم والحافظة والمتصرفة. المهم، فأحيانا يحتاج أن نرسم شيئا حتى يكون الأمر واضحا. نحن نريد هذا الدرس إن شاء الله أن يكون فيه شيء من العلم إن شاء الله تعالى. نرجع إلى السؤال باختصار، نجيب بخمس دقائق. و يا إخواننا، هؤلاء يقولون عن الغزالي وعن الرازي وعن كثير من علماء الأشاعرة والماتريدية، ينقلون بعض كلامهم ويقولون هؤلاء كانوا أولا من الأشاعرة والماتريدية ثم تابوا إلى الله ورجعوا عن علم الكلام. وأكبر دليل مثلا مثل الإمام الغزالي، هذا اسمه إلجام العوام عن علم الكلام. يقولون انظر هذا الكتاب، خذ عنوانه، فهو الآن يلجمهم، يعني يقول يا أخي لا تتعلموا علم الكلام. الإمام الغزالي يقول هذا الكلام. أنا لن سأعترف بهذا، وأنا قرأت بفضل الله وقرأت عدة كتب للغزالي، وأنا أقول ليس في هذا الكتاب بل في جميع كتبه ومن أول حياته إلى آخرها هو يقول كما يقول في هذا الكتاب، يقول في الاقتصاد في الاعتقاد، يقول نعم العوام لا نشغلهم بهذا الأمر، العوام ليسوا أهلا لأن نشغلهم بهذا العلم. فالكتاب ما اسمه؟ الجام العلماء، الجام العوام. والله جيد يا شيخ براق، أنت تذهب إلى جدتك الآن وتقول لها تعالي أنا أريد أن أعلمك علم الكلام. نعم، أول شيء سنبدأ في المنطق، تمام. فأولا يجب أن تتعلمي الكليات الخمس وتعريف الجنس والفصل والنوع والعرض العام والعرض الخاص. فهمتي؟ تقول تمام. ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك وعكسه. فهمتي؟ والله سترتد عن الإسلام. العالم جوهر وعرض وكذا وتسلسل ودور وكذا، شيء طبيعي يا أخوانا. الغزالي والرازي وكل العلماء يقولون هذا العلم له أهله، أما العوام الذين إيمانهم مطمئن اتركهم لا تشوش عقولهم. أما علم الكلام، اسمع سيدي لمن يستطيعه، علم الكلام نحن في أول هذا الكتاب، اقرأ ما قرأنا قبل 20 صحيفة، كيف كان في هذه 20 صحيفة يبين لك الأدلة
بعد أن عرفنا أن علم الكلام هو معرفة الله وصفاته بالأدلة العقلية، إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية، هذه حرفة الأنبياء، كيف يكون بدعة؟ أنا لا أريد أن أحيلك لا إلى كتاب ولا أنظر من قال هذا الكلام. القرآن الكريم، القرآن الكريم هل حسن على معرفة الله بالعقل؟ هل حسن على معرفة صفات الله بالعقل؟ يعني الله عز وجل عندما يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، آيات على ماذا؟ على ماذا؟ على يعني أن لمس المرأة ينقض الوضوء، هذا في الفروع أو في الأصول؟ في الأصول ولا شك، لما كان كل الأنبياء يجادلون أقوامهم، لما موسى جادل فرعون ولما إبراهيم جادل النمرود، على ماذا كان يجادله؟ بالعقل، وعلى إثبات الله عز وجل. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فيا إخوان أرجوكم، من يشوش على الناس، من يشوش على الناس يقول علم الكلام، وما هو علم الكلام؟ لا توهم الناس أن علم الكلام فيزياء وكيمياء، بيّن لهم ما علم الكلام. علم الكلام إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية، تمام. أكبر حجة عندهم حجة المنكرين، طبعا هذا الكلام إثبات وجود الله وصفات بالأدلة، لا أحد ينكر، لأن القرآن يقول لنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ماذا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي عن ماذا؟ عن وجود الله وصفات. طيب حجتهم الآن ماذا يقولون؟ يقولون الصحابة ما تكلموا والله هذا جوهر وهذا عرض وهذه قضية سالبة وهذه قضية موجبة، الصحابة الكرام ما تعلموا ما تكلموا بهذا. نسأل سؤال وينتهي كل الإشكال، نقول الصحابة الكرام هل عرفوا الله بالعقل أم لم يعرفوا؟ إذا كنت تدعي لأنهم ما تكلموا بالاصطلاحات أنهم ما عرفوا، أنت ظلمت الصحابة وجهلتهم وقلتهم لا يتبعون القرآن، لأن الله هو الذي طلب أن نعرفه بعقلنا. أما إذا قلت عرفوه بالعقل لكن ما استعملوا هذه الألفاظ التي أنتم تستعملونها، نقول إذن نعارضك بكل العلوم، ليس فقط في العقيدة، في الفقه وأصول الفقه واللغة العربية، هل استعمل الصحابة هذه الاصطلاحات؟ إذن كلها بدع. أقسم بالله يا إخواننا، الله عز وجل طلب منا أن نستدل بالسماوات والأرض على ماذا؟ على وجود الله. نحن فقط ماذا قلنا؟ قلنا هذه السماوات والأرض هي جواهر وأعراض، فقالوا لنا هذا كلام الفلاسفة، تعرف هذا مثل ماذا؟ سأضرب لك مثال وتنتهي المشكلة. الصحابة يعرفون هذا ماء، فلو قلنا الآن هذا يتألف من أكسجين وهيدروجين، إذا نحن ابتدعنا وكفرنا. الصحابة ما قالوا هذا أكسجين وهيدروجين، قالوا هذا ما. والله يا إخواننا الذي الآن يجادل في هذه الأمور هذا مستوى عقله، يعني القرآن يقول السماوات والأرض مخلوقات، وإبراهيم قال لا أحب الآفلين، يعني هذا غاب كيف يكون إلها؟ ماذا إبراهيم قال نفس الكلام لكن بعبارة أخرى، نحن ماذا نقول؟ كل ما يعلم
يعدم يستحيل أن يكون قديما. نفس الكلام قاله إبراهيم لكن بعبارة لا 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 ما قال. هذا مثل إنسان في النحو الطالب الغبي جدا تعلمه درس الفاعل، تقول جاء زيد، زيد فاعل، ثم بعد دقيقة تسأله تقول له جاء زيد، يقول فاعل زيد. طيب جاء عمرو، قل لا أعرف، أنا تعلم جاء زيد. جاء عمرو ما 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 قال الأستاذ دنس. الذي لا يفهم المعاني يفهم فقط. يا إخواننا هذه اصطلاحات تتطور في كل عصر أصلاً. والله لو ما دخل في الإسلام وجاءوا بفكر أناس جدد وجاءوا بفكر الفلاسفة لا تظن أن المسلمين سيتكلمون في هذا، ولكن الفلاسفة جاءوا بعقائد وبدأوا يقولون العالم قديم وبدأوا يبنون على ذلك أشياء، أن الله ليس مختاراً بل هو موجب بالذات. طيب جاءوا بهذا الكلام، والله نحن لا نتكلم، قل هذا بدعة، النبي لا قال لا العالم حادث ولا قال العالم قديم، كذا يجب أن نسكت. طيب هؤلاء الفلاسفة والمعتزلة ينشرون أفكارهم، فلا بد أن تجيبهم باصطلاحاتهم. هذا علم. أنا لا أرجعك لا أقرأ كلام الغزالي ولا أقرأ غير الغزالي. أصلاً لو الغزالي يقول علم الكلام لا يجوز لا نقبل كلام الغزالي، لأن هذا هو علم الكلام الذي أمرنا القرآن وكل الأئمة عملوا به والأنبياء قبل الأئمة جادلوا أقوامهم في الاستدلال بالعقل على. أما والله تقول ما تكلموا بهذه الاصطلاحات فإذا هو منكر، والله هذا كلام سخيف يدل إما على جهل أو تجاهل قائله. ما هو علم الكلام؟ يا أخي سمه علم التوحيد، سمه علم العقيدة، سمه علم، لا تقف عند الاصطلاحات. انظر هذا الأمر موجود في كتاب الله وسنة رسول الله، والأنبياء فعلوا هذا أو ما فعلوا، خلاص انتهى الأمر، سمي ما شئت. نحن في معهدنا كنا ندرس كتب التصوف، الرسالة القشيرية وحكم ابن عطاء لا وكذا. بعض الناس لا يحبون أن يسموه تصوفا، ما في، سميه أخلاقا، سميه إحسان، مقام الإحسان. ما عندنا، عندك مشكلة الصحابة ما تكلموا باسم التصوف؟ أنت تقف عند الاسم، تمام؟ إذن يقول أنا لا أقبل من يقول هذا أكسجين وهيدروجين، هذا مبتدع وسيدخل جهنم. أما يقول هذا ماء، هذا رجل محترم. والله يا أخوانا هذا هو الأمر. فيا أخوانا باختصار، الإمام الغزالي والإمام الرازي وكل هؤلاء العلماء كانت حياتهم في هذا العلم، وهم طول حياتهم ينهون العوام عن تعلم هذا العلم لعدم استطاعتهم، لأن هذا العلم يحتاج إلى مقومات أيها الإخوة. أما أن ينهوا عن علم الكلام، أن ينهوا عما فعله الأنبياء في مجادلة أقوامهم بالعقل، مستحيل هذا الكلام، مستحيل هذا الكلام الموجود في كتاب الله. ارجع إن نسيت، ارجع الآن، نحن قرأنا 20 صحيفة أو أكثر في هذا الأمر، ارجع الآن في هذا الكتاب الذي قرأنا، ارجع اقرأها. وأتى باستدلالات موسى واستدلالات إبراهيم عليه الصلاة والسلام والآيات القرآنية، ما في شيء. فأنا لا أرجعك لا إلى كتاب ولا إلى غير ذلك.
هذا هو علم الكلام. وباصطلاحات وطبعا نناقش الفلاسفة لأنهم أنت ستناقش صاحب البدعة التي جاء بها. أما إذا حرام والله أنا أتكلم، الإمام الغزالي درس اصطلاحاته وبين كفره. كثير من العلماء الآن لو جاء مثلا بوذيون إلى تركيا ويريدون أن ينشروا البوذية، كيف نرد عليهم؟ يجب أولا أن تدرس اصطلاحات وتبين لهم أن هذا باطل. فالإمام الغزالي في زمان الصحابة لا يوجد مثل من يتكلم على تأويل القرآن شيخا، أن الصحابة ما وطبعا ما أولوا، طبعا ما أولوا، لأنهم يفهمون أن اليد لا تليق بالله كجسم. أما اسمع الآن، لما دخل الناس من العجم والفرس وغير ذلك، طيب كيف سيعلمونهم اليد؟ ها أنت لو كنت تركيا ودخلت في الإسلام وقرأت قوله تعالى يد الله، تمام، أنا سأترجم لك اليد ترجمة، لو ترجمتها لك ترجمة بدون تأويل ماذا ستعتقد أنت؟ قلت لك يد الله ووجه الله وكذا، ماذا ستعتقد بالإله؟ أننا نعبد صنما. فيا أخواننا التأويل فرض في وقته، التأويل فرض، ومن أصول الكفر كما قلت لكم، نقلت لكم عن الإمام السنوسي، ومن أصول الكفر يعني أسباب الكفر الأساسية أخذ ظواهر الكتاب والسنة بدون عرضها على القواعد العقلية اليقينية، هذا من أسباب الكفر. ثم يقول لماذا تؤول؟ مفهوم إخواننا؟ فالذي يتكلم عن علم الكلام أو كذا يعني لا يعرف ماذا يقول، لا يعرف ماذا يقول. يلا سيدي نريد أن نلقي الدرس. قل صاحب هذا القول يقول طاب إمام الغزالي عن اتباع الأشاعرة والماتريدية واستبرأ منهم ونسبهم إلى البدعة. الإمام الغزالي وتلامذته من وأستاذه الإمام الجويني، يا إخواننا أنت عندما تريد أن تطلق حكما، ها لماذا أنا ما أرجعتك الآن إلى كتاب؟ كيف يكون هذا الكلام بدعة؟ الأشاعرة ماذا فعلوا؟ والماتريدية ماذا فعلوا؟ هل فعلوا غير ما قلنا؟ يعني ما هو علم الكلام؟ الاستدلال بالعقل ورد الشبهات بهذه الاصطلاحات، كيف يكون هذا بدعة؟ كيف يكون هذا بدعة؟ ثم أرجو أن تحضر لي النص الذي فيه قال الإمام الغزالي هذا الكلام، أحضر لي النص وستجد هذا الكلام إما غير موجود أو منقوص ومخرج من سياقه وسباقه. أنا والله لا أعرف هذا النص، ولو عرفته لقلت لك، لكن أحضر لي هذا النص وستجد الكلام منقوصا أو مخرجا من سياقه وسباقه. أرجوكم أن تحضروا لي هذا النص أن الإمام الغزالي قال الأشاعرة والماتريدية مبتدعة، وسأشرح لك هذا الكلام، تمام؟ أحضر لي هذا النص. أنا والله ما قرأت له، مع أني أذكر منذ فترة في ملة مراد حققوا هذا الكتاب وطلبوا مني أن أقرأه، قرأته حرفا حرفا لكن نسيت منذ سنتين، هذا لا أذكر أنه قال هذا الكلام، ولو قال هذا الكلام فله سياق وسباق، ولا يمكن أن تفهم
أي عبارة وحدها، وإلا نكون مثل الشياطين لما الشيطان يقول فويل للمصلين ويقف، ويل يقول لا تصليها، الشيطان يقول لك لا تصلي، وعندي آية قرآنية الله يقول ولا لا تقربوا الصلاة، الله يقول أنا لا أتكلم، الله يقول لا تقربوا الصلاة، وفي آية أخرى يقول فويل للمصلين، فاتق الله ولا تصلي. فلا يجوز إخراج الكلام من سياقه وسباقه. تمام مولانا؟ إذا أحد عنده أي إشكال فليسأل، وإذا هذه العبارة موجودة أرجو أن تحضروها حتى نقرأها أمامكم. ما يلزمنا مثل هذه الأشخاص عن إنكار الشديد أم المسامحة؟ هل نناقشهم يعني نناقش معهم أو نتركهم؟ هذا هو يا سيدي، أنا أقول لك نحن الذي يناقش، اسمع سيدي، الناس نوعان، إنسان جاهل ولا يعلم أنه جاهل، هذا يناقش ويعلم، وعلامته أنه إذا رأى الحق أن يرجع إلى الحق. ويوجد بعض الناس معاندون يريدون أن ينشروا هذا الفكر ولو كان باطلا، فهؤلاء الناس نحذر الناس منهم ونقول انتبهوا منهم. كل إنسان أخطأ ننبهه، لو تنبه والله نضعه على رأسنا، أما إذا ما قبل بعد وضوح الحق ما قبل يجب أن يحذر منه. نحذر الناس هذا الإنسان صاحب بدعة، لا تقترب ولا تسمع منه، ونحن علينا البلاغ. هذا واجب علينا حذر الناس منه، لكن بعد أن تبين له. أنا أقول لو ثبت أن الإمام الغزالي قال يا أخي هذا الكلام لا يجوز، نحن حتى الإمام الغزالي لو قال، أما حياة الغزالي كلها في هذا واسمه حجة الإسلام. طيب أنا أسألك سؤالا وينتهي البحث كله، الآن باعتبار ماذا الإمام الغزالي هو حجة؟ باعتبار ماذا؟ أليس باعتبار كل نتاجه العلمي؟ طيب إذا هو تاب وقال كل هذا الكلام باطل، كيف ننسب هذا الكلام للإمام الغزالي؟ كيف يبقى حجة الإسلام؟ لاحظ هذا الكلام ينهي كل شيء. باعتبار ماذا الآن؟ أمة الإسلام تعتبر الآن الإمام الغزالي حجة الإسلام، بماذا يعتبرونه؟ فقط بقوله في آخر حياته أنا تركت كل ما كتبت؟ لو ترك هذا إذن هو عائد عنه وتارك له، فلا ينسب إليه، فلا يكون حجة الإسلام. كل إنسان يسمى أو يلقب لقبا بحسب إنتاجه، فهو اعتبر حجة الإسلام بهذا العلم الذي جاء به، فكيف يكون تائبا عنه؟ مستحيل هذا الكلام. يعني الآن الإمام الغزالي ترك كل أقواله وتاب منها، والناس يسمونه حجة الإسلام مستدلين بكتبه التي تاب عنها. تمام؟ الغزالي حجة الإسلام باعتبار ما ألف من الكتب وما أتى بها من حجج. لك يا سيدي الأمة كلها سلمت للغزالي بحججه، فكيف يقول هو هذا خطأ وقد سلم له كل العلماء؟ كلام يعني كلام يدل على 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 خطئه وكذبه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.